السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، مع بعض بنحل موديل اكزام نمبر 5. يلا بينا كده نشوف السؤال بيقول ايه. أميبا ريتورت تو ذا ريبيتد، بتلجأ إلى إنها تعيد الباينري فاشن الانقسام الثنائي عدة مرات. طبعا ده لما بيحصل unsuitable conditions، ظروف سيئة، احنا عارفينها الحكاية دي. بتعمل حوالين نفسها حاجة اسمها سيست بالكايتين سكوت. طيب هنشوف ايه الظروف السيئة من الاختيارات. طبعا زيادة الايه الكربون دايوكسيد، ده يعتبر من الظروف السيئة. تمام، يبقى الإجابة بتاعتي هتكون سي. طبعا زيادة الأكسجين ده ظروف suitable condition. زيادة المية abundance of aquatic insect، زيادة في الحشرات المائية، دي متعتبرش من الحاجات اللي هي ظروف سيئة بالنسبة للأميبا. increase carbon dioxide، زيادة الكربون dioxide وقلة الأكسجين، دي ظروف سيئة. قلة الضوء مش هتفرق معاها لأنها مش بتعمل عملية بناء ضوئي أو photosynthesis process، وبالتالي الاختيار بتاعي سي. Number 2 bacteriophage is similar to the bacteria that is infected by the EBA. فعندنا البكتيريوفاج المادة الوراثية بتاعته هتكون DNA، وهو مشابه ل ال DNA، يعني الاثنين البكتيريا فيها مادة وراثية او فيها نيوكليك اسيد DNA، والبكتيريوفاج فيه DNA that is infected، اللي بيصيبها بان ايه بقى تشابه اللي ما بينهم. هل في النمبر اوف جينز، اكيد عدد الجينات اللي موجوده في البكتيريوفاج مختلف عن اللي موجود في البكتيريا. طريقه الريبرودكشن طبعا مختلفه، هنا باينري فاشن وهنا لن يتكاثر البكتيريوفاج الا عند اصابته لهوست سيل، يعني لما يحصل انفكشن لهوست سيل يبدا يعمل ريبرودكشن. تايب اوف جيناتيك ماتيريال، انا لسه قايله هنا دي ان ايه وهنا دي ان ايه، هذه تعتبر الاجابه السليمه. بروتين ستراكشر اوف ذا اكسترنال كوت، التركيب البروتين بتاع الطبقة الخارجية. طبعا اللي عنده التركيب البروتيني ده خاص بالبكتيريوفاج، مفيش عندي بروتين كوت بالنسبة للبكتيريا، ما يعتبرش نقطة تشابه بل نقطة اختلاف. اذا الاجابة بتاعتي هتكون سي. السؤال اللي وراه بيقول the fourth pair، يعني الزوج الرابع، تمام، يتصل of ribs is attached to the vertebra number A. شايفني عملت ايه؟ بدأت من رقم 8 لان انا عارفة ان في 7 فوق اللي هم السيرفايتل. التامن هيبقى البير نمبر 1، البير نمبر 2، البير نمبر 3، البير نمبر 4. طيب يبقى ده متصل بالفقرة رقم 11. طبعا study the opposite graph، ادرس الشكل اللي قدامك ده. then determine that what are x and y respectively، x و y هما ايه. انا نزلت من 2n الى n، يبقى x ده يعتبر ميوزس، طلعت تاني الى 2n يبقى حصل fertilization، يبقى الاجابه بتاعتي c. هرمون was level increase in the blood a person who didn't eat any food for 18 hours، يعني كأن في فترة الصيام او حصل امتناع عن الطعام، يبقى مين اللي هيبتدي يشتغل؟ السكر هيقل، يبقى هيشتغل الجلوكاجون عشان يجيب الجلايكوجين من الليفر يحوله الى جلوكوز، يبقى الاجابة بتاعتي جلوكاجون. السؤال وراه بيقول polypeptide consists of four types of amino acid، عندنا بروتين مكون من أربع أنواع من الأحماض الأمينية، four types of amino acid whose number is 10، يعني عدد البوليبيبتايد consists of four types of amino acid، يعني عندي أربع أنواع من الأحماض الأمينية ولكن البروتين نفسه مكون من 10. What is the least probable number of tRNA molecules are required to translate mRNA from to form a polypeptide. طيب انا عندي 10 امينو اسيد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام. طيب بعد ما رسمنا كده ان احنا معانا 10 من 1 مثلا لحد 10، عدد الامينو ده عدد الامينو اسيد. انواع بقى الامينو اسيد اللي متواجده هم كام؟ اربعه امينو اسيد مختلفين، تمام، يعني في تكرار، يعني هتلاقي في العشر دول في تكرار من الامينو اسيد اللي حلتنا اللي هو موجودين معايا، عنده اربع انواع مختلفه، والاربع انواع مختلفه دول هم العشره.
يعني ممكن ابص الاقي من الحمض الاميني رقم او الامينو اسيد نمبر 1 في منه 3، الامينو اسيد نمبر 2 في منه 2، الامينو اسيد نمبر 3 في منه 2 وهكذا، اذا في تكرار. فعايز اسال حضرتك ما هو اقل عدد، صح باليس، اقل عدد من التي ار ان اي. اقل عدد من التي ار ان اي هيكون بعدد الامينو اسيد، يعني هيكون عندي 4 تي ار ان اي. السؤال اللي وراه بيقول which of the following graphs expresses the concentration of each cannabinoid and the detoxifying enzyme in a plant after the occurrence of infection with microbe. اي من الاشكال اللي قدامنا دي هيعبر عن تركيز كل من الكانافانين والديتوكسيفاينج انزيم اللي هي انزيمات نزع السميه بعد الاصابه. خد بالك الكانافانين ده بيبقى موجود من قبل وبعدين بيزيد، اما الديتوكسيفاينج انزيم فبيتكون لاول مره. وبالتالي لو جيت بصيت في اول واحده هنا، هنا الاصابه، والمفروض الديتوكسيفاينج انزيم هو اللي لونه اخضر واللي لونه اورنج هو الكانافانين. فالمفروض ان بيقول ان الكانافانين كان موجود وبعدين بيقل، طبعا غلط، الكانافانين يزيد. طب هنا الكانافانين كان موجود وبعدين زاد، وكمان الديتوكسيفاينج كان موجود وبعدين قل، لا اصلا هو ما كانش موجود، هو بيتكون عند الاصابه وبيزيد، يبقى برضو دي ما تنفعنيش. هنا بيقول ان الاصابه حصلت فكان الديتوكسيفاينج انزيم بدا ان هو يزيد وبعدين يثبت وبعدين ينزل، وكان طبعا له وجود، طبعا المفروض ان هو ملوش وجود. الكانافانين زاد وبعدين قل وبعدين ثبت وبعدين قل، برضو اختيار خاطئ. ولكن تعالى هنا بقى، الكانافانين هو موجود اصلا فهيزيد وبعدين يثبت، يثبت عند خلاص ازاله الميكروب او القضاء عليه. اللي هيبتدي يظهر لنا فجاه لانه بيتكون عند الاصابه فقط هو الديتوكسيفاينج انزيم، فتعتبر الشكل البياني دي هو الشكل الاصح. السؤال وراه بيقول ده reproduction by producing spores and تكاثر بالجراثيم is occurred in all the following living organisms except ما عدا. ما عدا مين؟ تعال نشوف. الهايدرا ولا البوليبوديوم؟ بوليبوديوم فيه سبور، البلازموديوم فيه سبور، المشروم لانه فانجي فيه سبور، لكن اللي ما فيهاش تكوين جراثيم هي الهايدرا. Before producing insulin by using، السؤال ده يعتمد على معلومه مهمه جدا نخلي بالنا منها كده. بيقول ان before producing insulin by using recombinant DNA عند تكوين الانسولين بتقنيه خدناها اسمها recombinant DNA، الانسولين was extracted from cattle and pigs، اللي كان بيتم استخلاصه من الماشيه ومن الخنازير اللي كان بيتعطى للمرضى بتوع السكر. The most important problem that faced this treatment was that التقنيه دي بقى عالجت مشكله مهمه جدا كانت بتحصل للمرضى اللي بياخدوا الانسولين بتاع الحيوانات، انهم كانوا عندهم حساسيه لتركيب الانسولين الحيواني. والمعلومة هتلاقيها عندك لما تيجي تفتح كده الجزء بتاع الكومبتنت دي ان ايه، جزء الميديكال، هتلاقي some patient cannot tolerate the slight difference between the human insulin والانسولين اللي طبعا extracted from pigs and cattle. اذا الاجابة بتاعتي هتكون B. السؤال اللي وراه بيقول which of the following hormones whose organ is considered the responding organ to، اي من الهرمونات الاتيه خلاص whose organ is considered the responding organ to، يعني اي الهرمونات التاليه يعتبر عضو الافراز هو نفسه عضو الاستجابه. طبعا احنا عارفين الجاسترين بيطلع من المعده ويمشي في الدم ويرجع ياثر على المعده، نفس الحكايه الفايموسين بياثر على الغدة التيموسية لأنه بيفرز إفراز داخلي ويحول الستام لينفويد سيلز إلى تي سيلز، يبقى إذا إجابتي هتكون جاسترين وثيموسي. The number of division that occur in the ovule of pea plant flower before the fertilization، عندنا أربع انقسامات، بيحصل انقسام الأول ميوزي T
تمام، بيكون فيها الامبريو ساك، وبعد كده بيحصل لنواه الكيس الجنيني او الامبريو ساك سترايس مايتوزس ديفيجن، يبقى عدد الانقسامات هيكونوا 4. السؤال اللي وراه بيقول the following table illustrates the percentage of nitrogenous bases in the sample of DNA. قدامنا جدول بيوضح النسب بتاعت القواعد النيتروجينية في عينة من الـ DNA. فعايز ايه هي الاختيارات which choice in the following table expresses the bases X, Y and Z. تمام؟ اي من الاختيارات التالية اللي في الجدول تعبر عن القواعد X, Y و Z. هنا بيقول ان جوانين 22%، تمام، فالمفروض ان اللي هيمثله الواي هيبقى سيتوسين، تمام. فاضل انا عايز اعرف بقى اللي فاضل هنا، تعال نشوف السيتوسين موجود في النص هنا في الواي فين. ما عندناش سيتوسين ال في هنا يمثل الواي الا في مرحله واحده فقط اللي هي الفقره بي، وبالتالي يبقى الفقره بي الاكس هيمثل ادينين والزد هيمثل ثايمين والواي سيتوسين. جبتها منين؟ ان الجوانين هيساوي القاعد يعني القيمه دي اللي هي 22% هي نفس القيمه بتاعت الجوانين. طب مين اللي بيساوي الجوانين؟ السيتوسين. يبقى انا عرفت ان الواي ده يعتبر سيتوسين. هشوف بقى الواي سيتوسين هنا وابتدي اعرف اللي على الجناب الاكس والزد هيبقى ايه. السؤال اللي وراه بيقول when the muscle fatigue is occurred، لما يحصل اجهاد عضلي، طبعا بيتراكم حمض اسمه لاكتيك اسيد داخل الخليه العضليه، وطبعا قبل كده كانت العضله كانت بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، فاكيد هيكون في تكسير للاسيتيل كولين الى اسيتيك اسيد وكولين. فهلاقي خارج الخليه العضليه في اسيتيك اسيد وداخل الخليه العضليه في لاكتيك اسيد. سؤال حلو جدا، وتبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ اسيتيك اسيد موجود اوتسايد في الخارج، وفي عندي لاكتيك اسيد موجود في الداخل، لان طالما قال لي ماسل فاتيج يبقى بتعاني من تراكم الحمض اللي اسمه لاكتيك اسيد لان حصل ان ايروبيك ريسبيريشن. السؤال اللي وراه بيقول ذا اوبوزيت جراف illustrates the temperature، عندنا جراف بيمثل درجات الحراره required for the action of PCR machine by knowing that the optimal temperature. optimal temperature درجه الحراره المثلى اللي بيكون فيها activity of tag polymerase، يعني بيبتدي ان هو يعمل على تجميع النيوكليوتايد مع بعضها لتكوين شريط او strand of DNA. طيب بس هو بيسالني بقى في حته ثانيه خالص، which stage اي مرحله does the breakdown of hydrogen bond between the two strands of DNA that will be cloned. في اي مرحله هيتم تكسير الهيدروجين بوند علشان نبتدي نحولهم الى سنجل ستراند، الى خيوط مفرده يتم نسخها او عمل نسخ منها. طبعا في المرحله اللي فيها اعلى درجه حراره اللي هي هتكون واي، تصل فيها درجه الحراره الى 94%، يبقى الاجابه بي. لو كان بيقول لي فين النقطه اللي هيكون فيها تكوين نيو مثلا ستراند اوف دي ان اي، فكان هتبقى المرحله اللي هي ام اللي عند درجه الاوبتيمال تمبريتشر بتاعه التاج بوليميريز. السؤال ده خدناه في امتحان قبل كده انا فاكره، بس كان بيسال فيه عن امتى بيتكون كلوند نيو ستراند او يعتبر خيوط جديده ومستنسخه، فكان هنقول في النقطه ال، لكن هنا انا بتكلم على امتى يحصل تكسير الهيدروجين بوند بين التو ستراندز عشان احولها الى سنجل ستراندز، هتبقى الاجابه بتاعتي واي. السؤال اللي بعديه بيقول the increase in the concentration of progesterone hormone leads to the stopping of production. تمام، بيقول لحضرتك زياده الايه تركيز البروجسترون هرمون بيؤدي الى توقف ايه؟ طول ما البروجسترون موجود يا جماعه يبقى الانتيريور بارت اوف بيتيتري جلاند مش هتقوم بعملها ومش هتطلع اف اس اتش و ال اتش، يعني هيحصل ستوبنج ذا برودكشن اوف ال اتش اند اف اس اتش هرمونز، يبقى الفقره ايه. تمام، السؤال اللي وراه بيقول which of the following process، اي من العمليات الاتيه occurs in the spleen to in respect to the lymphocyte، أي العمليات الآتية تتم في الطحال. احنا عارفين الطحال بيتم فيه عملية اسمها storage، لأن بيتم فيه تخزين حاجة اسمها macrophage، تمام، والماكروفيج ده اللي بيعمل disintegrate للسيناي ريد بلاد سيلز. كمان بيحصل فيه عملية تانية اللي هي
وجود خلايا مسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة أو الأنتي بوديز اللي هي البي سيلز. فهنا هتبقى الإجابة بتاعتي storage، إن موجود قدامي storage المناسب، يعني storage. السؤال اللي وراه بيقول عندي هنا glutamic acid the opposite table illustrate the antiquodones. الشكل اللي قدامنا يمثل أنتيكودونات خلاص، اللي 4 amino acid if the cell synthesizes polypeptide in which sequence of amino acid was found. واعطيني اسماء الامينو اسيد الجلوتاميك والاسبرجين والتيرونين والبرولين. What are the sequence of bases on DNA strand in which the sequence is formed؟ ده الاسم الامينو اسيد وده الانتيكودون. رحت انا جايبه الام ار ان اي، اليو يو يو اي هتبقى اي اي يو، سي يو يو هتبقى جي اي اي، نفس الحكايه هنا جي جي اي هتبقى سي سي يو، ونفس الحكايه يو جي جي هتبقى اي سي سي. كده انا جبت مين؟ الام ار ان اي. حلو الكلام. بما ان الام ار ان اي هجيب منه التي ار ان اي خلاص. هو بيقول لي وات ذا سيكونس اوف بيزس، عايز ايه هي التتابعات بتاعه الدي ان اي ستراند، الخيط بتاع الدي ان اي اهو. يبقى عندي سي تي 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 اي تي جي جي و جي جي اي، يبقى الاختيار بتاعي الفقره دي. لازم اخد بالي ان هو بيكلمني عن انتي كودون. تمام. السؤال اللي وراه في ميل اوف افيد انسكت ريزورت تو ذا بارثينوجينيسيس، تلجا الى انها تعمل بارثينوجينيسيس. ليه بتعمل كده؟ in addition to its ability، طبعا عشان تاخد يبقى عندها عدد كبير من الافراد وخاصه الفيميلز، its ability to produce sexually. تمام. وده بتزود عدد الفيميلز، لان الفيميلز كده اصبح عندها قدره على التكاثر الجنسي وكمان تكاثر لا جنسي او السكشوال ريبرودكشن بالبارثينوجينيسيس. which of the following function is carried out by the skeletal muscle؟ skeletal muscle طبعا heart beating بتحصل بالcardiac muscles، eye pupil dilation اللي هي اتساع حدقة العين بالsmooth muscles، vasoconstriction بالsmooth muscles، eye movement حركة العين skeletal muscles. يبقى الإجابة بتاعتي دي، هي دي السكلتال، الباقي كلهم سموث وكاردياك، يبقى طبعا ملهاش علاقه بالسكلتال. The human immunity is not affected by the absence of الهيمرال او المناعه الخلطيه اللي هي باستخدام الانتي بوديز الاجسام المضاده. is not affected by the absence، لا تتاثر بغياب، لا تتاثر بغياب ايه؟ تتاثر بغياب الام اتش سي. خلي بالك ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس ده اللي هو الام اتش سي، في ناس ما تعرفش اسمه الطويل ده، ما تعرفش غير انك في كلمه اسمها ام اتش سي وخلاص. انترلوكين تتاثر طبعا، انترلوكين طبعا تتاثر بالانترلوكينز اللي هو بينشط البي سيلز ويحولها بعد كده الى بلازما بي سيلز وميموري سيلز. اميون ريسبتورز طبعا المستقبلات مهمه، تي اتش عليها مستقبل، البي سيلز عليها مستقبلات، اصلا الماكروفاج عليها مستقبل بترتبط بيه بالانتيجين وبيبقى بيطلع على سطحها المركب المعقد الانتيجين ام اتش سي كومبلكس. برضه يتاثر الهيمورال بوجود الريسبتورز، لكن هل هيتاثر الهيمورال بالتي سي؟ اصلا لا وجود للتي سي في المرحله اللي اسمها هيمورال اميون ريسبونس. زايجوت ماي بي فورمد اند بريجننسي دازنت كومبليت، ممكن الزايجوت ده يتكون او الحمل لا يكتمل. and this takes place بيحدث on using ايه؟ يعني يبقى في عندي زايجوت ولكن لن يكتمل الحمل، طبعا في استخدام الانترا يوتراين ديفايس او الكويل اللي هو اللوب، لان هو ده اللي بيمنع او prevent the implanting of morula او الفيرتلايزد اوفم يعني البويضه المفصله. السؤال اللي وراه بيقول the decrease of the normal level of the thyroid stimulating hormone اللي هو TSH and thyroxine hormone result from. بيقول لحضرتك هنا في السؤال ان انخفاض النسبه الطبيعيه لهرمون التي اس اتش وكمان انخفاض هرمون الثيروكسين ده ناتج عن خلل فين؟ الاثنين منخفضين. تمام. الاثنين منخفضين، يبقى اكيد الخلل ده حاصل disturbance in the cells of interior lobe of pituitary gland اللي هي المفروض بتنشط الغده اللي اسمها thyroid gland، يبقى هيكون خلل في الفص الامامي او interior lobe of pituitary gland، وده ادى الى قله نشاط الغده. يعني مفيش افراز للتي اس اتش، وطالما مفيش افراز للتي اس اتش مفيش حاجه تعمل استيميوليت للثيرويد جلاند انها تطلع ثيروكس. تمام. فيبقى الاجابه بتاعتي هتبقى دي، لان الاثنين منخفضين، الاثنين منخفضين، يبقى العله في مين؟ العله في البيتيتري جلاند. 23
The body is protected from the pathogen that is illustrated in the opposite figure by the. يقول لحضرتك يتم حماية الجسم من مسبب المرض الموضح قدامنا بالشكل، الشكل اللي قدامنا ده يعتبر مسبب مرض أو ميكروب pathogen، تمام؟ وبيتم حماية الجسم من مسبب المرض ده عن طريق إيه؟ عن طريق إن إحنا يتكون مركب معقد ما بين المركب اللي هو اسمه أنتيجين ده، تمام؟ والأنتي بودي الجسم المضاد، تمام؟ إحنا بيبقى فيه مركب بيتكون ما بين الأنتيجين، ده لما باثوجين يبقى اللي على سطحه ده يعتبر أنتيجين، يبقى الإجابة بتاعتي سي. طبعا حد يقول لي مثلا ان binding structure X اللي هو الانتيجين بالكونستنت ريجن، اولا ما بيرتبطش بالمنطقة الثابتة، بيرتبط بالمنطقة المتغيرة اللي هي antigen binding site. binding of structure Y with the antigen binding site of antibody، ارتباط Y لارتباط X. formation of complex compound، تكوين مركب معقد مع نتيجة الارتباط ما بين X اللي هو الانتيجين والانتيبادي، ايوه. formation of complex compound from structure X and the complement، لا بيحصل تركيب او مركب ما بين الانتيجين والانتيبادي في منطقة اسمها antigen binding site، تمام. نيجي للنقطة اللي وراها، بيقول all the following properties are applied to the plasmid except، كل هذه الخصائص تعتبر او تنطبق على البلازميد ما عدا مدور ويعتبر من ال DNA، صح. not replicated when the cell divide، لا يا فندم بيحصل له replication كل ما الخلية تعمل cell division. it is present in some bacterial strains، موجود في سلالات البكتيريا. can be transferred from cell to another، يمكنه الانتقال من خلية إلى أخرى، صح، عشان كده استخدمناه في تقنية أو تكنيك اسمه recombinant DNA. السؤال وراه 25 from the characteristics of sperm، من خصائص السبرم، يبقى هنا إجابتي B. إن هو that reach the female body، هيكون إيه بقى؟ ان هو عنده قدرة على التنفس والحركة، ولا grow and move، طبعا هو مفيش grow ولا حاجة، هو مش هينمو، هو اخدنا ان هو يبقى السبرم، يبقى هنا ما تنفعنيش بيه. move only، هو لازم يتحرك ويتنفس علشان يحرق السكر اللي موجود في السمن، اللي هو يبقى عنده energy تديله دفعة للحركة، تمام، يبقى لازم يتنفس ويتحرك. feed and grow، الغذاء اللي موجود مش عشان هنا التغذية، والغذاء السكر ده علشان يتم حرقه عن طريق الميتوكوندريا اللي موجودة في الميت بيس وتديله energy، يبقى الإجابة بتاعتي هتكون A. the greatest number of bones present in، يبقى أنا هعد العظام اللي موجودة في الاختيارات. البيكتورال جردل فيها 4 bones، عندي 2 clavicle و 2 scapula. vertebral column عندها 26 bones، شوف أنا علمت على كلمة bones، تمام. upper limb عندها 30، البلفيك جردل عنده عظمتين، إذا الأكتر هيكون الأبر limb. السؤال اللي وراه بيقول during the protein synthesis process in a plant leaf cell RNA is present in all of the following except، تمام؟ هيبقى موجود في الميتوكوندريا، لان انا المفروض ان اثناء تكوين البروتين في الورقة انا عندي كلوروبلاست وعندي ميتوكوندريا في الخلية النباتية، فالميتوكوندريا هيبقى فيها DNA، فهيحصل في تكوين mRNA او هيحصل في عملية تكوين بروتين. جرين بلاستيد، ايوه، لان فيها DNA، والسيتوبلازما طبعا اكيد لان ده بيحصل فيه برضو تكوين البروتين. اذا اثناء تكوين البروتين في ورقة النبات ال RNA بيكون موجود في الميتوكوندريا، صح، وفي الجرين بلاستيد، صح، وفي السيتوبلازم، صح، لكن جولجي ابيريتس غلط لانه لا وجود للمادة ال DNA في الجولجي ابيريتس، لكن في DNA في الميتوكوندريا، في DNA في الجرين بلاستيد، وهذه معلومة موجودة معانا من سينيور 2. The opposite figure illustrates the cleavage process، عندنا هنا عملية تفلج أو عملية انقسام للزيجوت، تمام، في مراحلها الأولى لسه في البداية embryonic cell early stages where we can note the difference among the resulting cells with each other. Which of the following graphs can express this؟ أي من الأشكال البيانية هيوضح الكلام ده؟ طبعا انا لازم اعرف ان دول خليتين، وخليتين موجودين في كتله من الامبريونيك سيلز، تمام، بس في خليه كبيره في خليه صغيره،
الخليتين هيبقوا قد بعض بالنسبه لايه؟ برافو عليك، وبالنسبه للدي ان ايه. اذا هدور على جراف فيه الدي ان ايه ثابت. طب الدي ان ايه لونه بينك، حلو كده، يبقى احتمال يكون الاي واحتمال يكون الدي. جميل، نيجي بقى، انا شايفه ان الواي اكبر في الحجم من اكس، يبقى اكيد واي مختزن غذاء اكتر من اكس، يبقى كميه اليولك اللي موجود في واي اكتر. تمام، يبقى واي هيكون فيها اليولك اكتر. تمام، يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ الواي هي فيها اليولك اكتر، والدي ان ايه ثابت في الاثنين، والاكس فيها كميه يولك اقل. 29، السؤال بيقول from the causes of disease in plant that are difficult to be cured by demise the cause is the، بمعنى من مسببات المرض في النبات التي يصعب علاجها بزوال السبب. سيفير كولد، لو عدينا درجة الحرارة ورجعنا تاني هيبقى زي الفل مفيش مشكلة. شورتج اوف نيوترينتس، الغذاء الناقص، كمله هيبقى زي الفل يرجع تاني يعيش مفيش مشكلة. تشينج ان ذا سايز ووتر ليفل، مستوى المية هيقل او هيزيد، لو ظبطت مستوى المية هيرجع النبات يعيش مفيش مشكلة. سلفر دايوكسيد يعتبر مادة سامة وبالتالي هتؤدي الى موت النبات. السؤال اللي وراه بيقول if the number of zygospore that are resulted from the scalariform conjugation of an even number of cells spirogyra alga filament equals x, therefore the number of zygospore that are resulted from the lateral conjugation of the same number of cells equals. انا عملتها لك ازاي؟ انا عندي الفيلمنت ده اربع خلايا، خلاص الاربع خلايا دول اهم، هو اللي بيقول لي ان العدد هيكون في زوجي. انا هقول مثال يعني ان العدد الزوجي ده هيكون اربعة، انا حاطه مثال ان الايفن نمبر يكون اربعة. حلو الكلام، يبقى معنى كده ان كل اتنين هيعملوا ايه؟ زيجوسبور. يبقى هيبقى عندي كام؟ هيبقى عندي اتنين زيجوسبور. طب يبقى معنى كده هيبقى therefore the number of zygospore that are resulted from the lateral conjugation، لو النمبر ده، لو العدد ده كان x، تمام، يبقى عدد الزيجوسبور هيبقى نص عدد الخلايا. انا عندي عدد الخلايا 4 وطلع عندي كام زيجوسبور؟ 2. عدد الزيجوسبور بيساوي نصف عدد الخلايا اللي كانت موجوده في الخيط. لو كان الخيط عنده 4 خلايا يبقى المتكون كام زيجوسبور؟ 2، فهختار كام؟ ايه السؤال اللي ورا؟ All the following hormones have a role in the homeostasis. كلمة homeostasis يعني internal environment، كلمة خدناها في senior 2. Except كل هذه الهرمونات لها دور في عملية الايه؟ توازن البيئة الداخلية. انسولين والجلوكاجون، تمام، ادرينالين ونور ادرينالين مالهمش علاقة بالتوازن، لكن انسولين وجلوكاجون بينظموا مستوى السكر. كالسيتونين وباراثيرمون بينظموا مستوى الكالسيوم. الدوستيرون والاي دي اتش، الواحد له علاقة بتنظيم الاملاح، ميتابوليزم اوف سولت، وده له علاقة بالاوسمولاريتي، الاي دي اتش والاماونت اوف ووتر ان ذا بودي او ان ذا بلود. يبقى الاكسبشن بتاعي هيكون بي. 32 ميتوكوندريا اند كلوروبلاست كونتين. الميتوكوندريا احنا عارفين من سنه ثانيه فيها دي ان اي، والكلوروبلاست فيها دي ان اي، يبقى طالما فيها دي ان اي ممكن ابص الاقي فيها طبعا ار ان اي، هيحصل عمليه ترانسكريبشن وهيحصل تكوين انزيمات، لان انا عندي الفوتوسينثيز بيحتاج انزيمز، فبالتالي هلاقي رايبوسوم موجود علشان يتقرا الام ار ان اي اللي هيطلع في الكلوروبلاست. الميتوكوندريا فيها ريسبيراتوري انزيمز، انزيمات التنفس، ودي بروتينات تحتاج برضو الى ترجمه الام ار ان اي، مين اللي بيترجم الرايبوسوم؟ اذا الاجابه هتكون دي. سؤال حلو وسؤال امتحان عالي جدا. السؤال اللي وراه بيقول ذا زيجوسبور اوف سبايروجايرا الجا از كوتد باي تيكول، ان الزيجوسبور بتاع السبايروجايرا مغلف بجدار سميك. prevent the entry of water ولا allow the entry of water، طبعا هو مش حيحمي، هو هيحمي الميه اللي جوه انها تتبخر، لكن بيسمح بدخول الميه علشان لو حصل تحسن الظروف يحصل germination. اذا ايه غلط لكن بي صح. تمام، prevent the passage of water and gases، لا طبعا لازم يمرر الميه والجازس علشان لو في تنفس يحصل مرور الاكسجين يعني. allow the exit of water اللي طبعا يسمح بخروج الميه، طبعا لا وبالتالي دي غلط، هو ما بيسمحش بخروج الميه من الداخل الى الخارج، لان لو خرجت الميه من الزيجوسبور هيموت الجنين او هتموت اللقيحه.
فالإجابة الأسلم هي B. 34 from the opposite graph. عندنا graph، الجراف ده بيوضح concentration of antibodies blood plasma in two cases of vaccination. تمام، بعد ما حصل تطعيم بلقاح the entry of pathogen into the body، ودخول المسبب المرض او الميكروب الى الجسم. The increase in the antibodies concentration in case of the entry of pathogen can be explained as that. ونقرا بقى الاختيارات ونشوف. احنا شايفين اعطينا له الفاكسينيشن اهو وكون اجسام مضاده، بعدين حصل له اصابه بميكروب ولقينا ان تركيز الاجسام المضاده عاليه. اذا التطعيم اللي هو اخده هو نفس، هو يحتوي على نفس الميكروب اللي دوره في المرحله الثانيه. فين الكلام اللي يفيد كده؟ يعني كأن دي primary immune response ودي secondary. دي السؤال اللي ورا بيقول the nuclei، الأنوية بتاعت المسكولار تيشو are present in the، الأنوية بتاعت الأنسجة العضلية موجودة فين؟ طبعا موجودة في المسل فايبر. ترجع كده لتركيب المسل فايبر، هيقول لك الغشاء بتاع المسل فايبر مالتي نيوكليتد، عديد الأنوية، أو إن المسل فايبر الخلية العضلية مالتي نيوكليتد، عديدة الأنوية. نيجي للسؤال اللي وراه بيقول if you know that the number of chromosome 36، تمام، بيقول عدد الكروموسوم اللي موجود في الهاني بي كوين وينج 32، يعني سوماتيك سيل 2N 32، يبقى انا عرفت ان الN كام؟ equal 16. What is the number of chromosome in the sperm of honey bee drone؟ طبعا السبرم بتاعت الهاني بي درون هتبقى N، طب الN بكام؟ ب 16، تبقى الإجابة بتاعتي B. The cells that don't participate in the action of the third line of defense، بيقول أن الخلايا التي لا تشارك في خط الدفاع الثالث، خط الدفاع الثالث في البي سيلز، في الماكروفيج، في التي سي، في التي اتش، لكن ما فيهوش ماست سيلز. تمام، يبقى هنا الإجابة بتاعتي ماست سيلز. 38 by studying the following diagram، هبص على الشكل والمخطط اللي قدامي و the percentage of DNA molecule that are completely identical to the original DNA molecule after two replication. انا عندي هنا ده شبه السؤال اللي خدناه اللي كنا بنتكلم برضو على التضاعف شبه المحافظ. انا عندي DNA، والDNA ده انا حطيته في نيتروجين مشع، خلاص اهو ايزوتوب، فده اللي طلع لي خيط اصلي وخيط مشع، خيط اصلي وخيط مشع. بعد كده حطيته في نورمال، تمام، فبقى عندي الخيط المشع بقى عنده خيط نورمال، وهنا في عندي اتنين نورمال، نفس الحكايه هنا. تمام، هو عايز مني ايه بقى؟ عايز نسبه عايز النسبه الدي ان ايه مولكيول ذات ار كومبليتلي ايدنتيكال تو ذا اوريجينال، ادي الاوريجينال صح. عندي بقى في النهايه كام واحد؟ اهو ادي واحد، ادي اتنين، وهم عددهم في الاصل كام؟ اربعة. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. يعني من الاربعة الناتجين في اتنين شبه ال DNA الاساسي، يبقى النسبة كام؟ 50%. The opposite figure represent the sample human. تمام، which of the following cell secretes histamine؟ تمام، اللي هتفرز الهيستامين هي مين؟ البازوفيلز. انا عارف اللي بيفرز الهيستامين هو الماست سيلز والبازوفيل، بس هو عاطيني هنا قطره من الدم، قطره الدم بيبقى تحتوي على نوع من اهي من الخلايا اللي بنقول عليها اسمها بازوفيلز، ودي هي اللي بتفرز الهيستامين اللي هي تعتبر زد، بنعرفها بشكل النواه بتبقى عامله كده. اوكي، تمام. السؤال اللي ورا بيقول the following figure illustrate the pollen grains of three different plant on examining them by light microscope with the same magnification power. Which of them can be transferred by insect to complete the pollination process.
طبعا دايما اللي هتشيلها الحشرات بتكون كبيرة وخشنة علشان تمسك في السطح البطني او الابدومينال سيرفيس بتاع الحشرة، فتبقى الإجابة بتاعتي نمبر 3 هي المسؤولة. السؤال اللي وراه بيقول the amount of DNA in an egg of honeybee is، مقدار ال DNA في الأج أو الأوفن بتاعة الهاني بي يعني في الفيميل يكون قد إيه من المقدار اللي موجود في جناح أو البينج أوف هاني بي درون. المفروض إن الأج هنا بتبقى N والجناح N، يبقى هما الاتنين قد بعض، يبقى equal to متساويين يعني. 42 تشوبون in the opposite figure is connected with Achilles tendon. طبعا العظمة اللي هترتبط بأكيليس تندون هي الهيل، طب مين اللي هيشير إلى الهيل؟ هي العظمة رقم 4، يبقى الإجابة بتاعتي 4. السؤال اللي وراه بيقول the differentiation and maturation of gametocyte in the life cycle of plasmodium occur. تميز والنضج بتاع الجاميتوسايت في دورة الحياة بيحدث فين؟ طبعا بيحصل الديفرنشيشن انها تتميز تتحول من الميلوزويت الى الجاميتوسايت، ده في الجسم الانسان يحصل لها نضج وتتحول من الصوره الان اكتف الى الصوره الاكتف في الاستمك بتاعه الموسكيتو، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى سي. السؤال ده حلو وخد بالك من تكاته كلمه ديفرنشيشن التميز، لانها تتحول جزء من الميلوزويت الى جاميتوسايت. النضج انها تتحول من الصوره الان اكتف الغير نشطه الى صوره اكتف نشطه، وده بيحدث في الاستمك بتاعه الموسكيتو، يبقى الاجابه بتاعتي سي. السؤال اللي وراه بيقول which of the following prevent the spreading of the microbe through the plant tissue، اي من الاتي يمنع انتشار الميكروب خلال انسجه النباتيه، يمنع انتشاره. تمام، الكورك هيمنع دخوله، اللجنن ديبوزيشن برضو يمنع دخوله، الجام بيمنع دخوله، البلانت هايبر سنسيتيفيتي يعني حصل اصابه والنبات بيتخلص من جزء علشان يمنع انتشار المرض في باقي انسجه النبات، يبقى الاجابه بتاعتي دي، لانه بيقول لي هنا يمنع انتشاره لكن الثلاثه دول بيمنعوا الدخول، prevent the entry of pathogen. In which group، في اي جروب the following إذا أدينين نيتروجينس سبيس بريزنت، في أي مجموعة أو من المواد دي بيتواجد فيها الأدينين؟ طبعا الأدينين موجود في الـ ATP، أدينوسين ترايفوسفات موجود في الـ RNA، قاعدة بتدخل في تركيب الـ RNA، في الـ DNA برضو في أدينين، إذا الإجابة B. هنا 46 if the number of purine، البيورين هم الادينين والجوانين نيوكليوتايد ان دي ان اي مولكيول ايكوال 180، ده سؤال كان موجود في السودان 2019. تمام، وهنا المعلومه اللي عايزه اديها لك ان لو اداني عدد البيورينات كانه اداني نصف عدد النيوكليوتايد اللي موجوده في الدي ان اي، في الحاله دي انا بقسم على 10. عايز تجيب عدد البيورينات فهيبقى عندك 180 و180 هيبقى عندك 360، وساعتها هتقسم على 20. فطالما اعطاني عدد البيورين كانه اعطاني نصف عدد النيوكليوتيد اللي موجوده في جزيء الدي ان ايه، فهقسم على 10 فهتبقى الاجابه 18، ده النمبر اوف تيرنز عدد اللفات. The following graphs illustrate the concentration of glucose in the blood of four people X, Y, Z, و L within 2 hours after eating balanced meat، بعد ما اكلوا وجبه غذائيه متوازنه. تمام، هنا الواي ده السكر عالي اهو، انا عندي دول يعتبروا اربع اشخاص. تمام، هنا السكر عالي وما نزلش. تمام، هنا السكر عالي بعد الاكل وبعد كده نزل، في اي زد برضو السكر عالي بعد كده نزل. Which one of them suffer from diabetes mellitus disease؟ طبعا الشخص اللي واضح ان هو السكر بتاعه فضل عالي تمام وما نزلش للمستوى الصح اللي هو ال 120 هو الشخص واي، وبالتالي هيبقى الشخص اللي بيمثله الكيرف واي. السؤال بيقول The isolated sequence by restriction enzymes has two end 5 dash and 3 dash. Which of the following statements is correct about the nature of enzyme؟ طبيعة الايه؟ الانزيم. هل the 5 dash end contain hydroxyl group ولا ال 5 dash end contains phosphate group؟ طبعا الذي يتماشى والصحيح دايما ان هي 5 بتنتهي بالمجموعه بتاعت الفوسفات اللي هي بي 4، 5 مش ممكن تنتهي بالاو اتش، 3 مش هتنتهي بالفوسفات بتنتهي بالاو اتش،
any group could be present at any end. هل اي مجموعه ممكن تكون موجوده في اي نهايه؟ لا يا والله يا فندم، لا، لازم تكون في 5 داش يكون عندها البي او 4 الكربون رقم 5، و3 داش بيكون عندها مجموعه الهيدروكسيل، وبالتالي الاجابه السليمه بي. If the number of Z lines in myofibril X, therefore the number of dark line, dark band in this myofibril is. انا هفترض معاك ان الاكس دي هي 5، لو انا هو عاطيني الزي لاينز عددهم 5، رحت رسمه 5 خطوط اللي هي الزي لاين، وكل ما بين كل خطين في ساركومير وفي اي باند، يبقى عدد الاي باند بيساوي عدد الزي لاينز ماينس 1، تمام؟ يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى بي. نيوستو اللي هو الكونديشند ديفيجن اوكيرز ان ذا اي، بيحدث فين؟ بيحدث في الفالوبيان تيوب طبعا، ومشروط بحدوث ال فيرتلايزيشن. 51 from the opposite figure الشكل اللي قدامنا that illustrate a white blood cell neutrophil during performing the immune response in the body after this stage directly طبعا it is that متوقع حدوثه بعد هذه العملية مباشرة. طب ايه اللي هيحصل؟ احنا واضح كده قدامنا في الشكل ده، هو بيقول ان احد خلايا الدم البيضاء اللي هي نيوتروفيلز قامت بدورها المناعي اللي هو انها زي ما احنا شايفين بتلتهم او بتاكل المسبب المرض او البكتيريا، وعايز يعرف ايه اللي هيحصل وراه. خد بالك انا لو رجعت للحته دي كنت بقول النيوتروفيلز والبازوفيلز والايوسينوفيلز بيعمل انجست دايجست، تمام؟ يعني بعد ما هتبتدي انها تاكله هتبدا انها تطحنه وتهضمه، يبقى يحصل له will be disintegrated، يبقى الاجابه بتاعتي ايه. السؤال اللي وراه بيقول which of the following اي من الاتي يعتبر صحيح about the opposite experiment في التجربه اللي قدامي. انا عندي هنا thermally killed S، اعطيته دي تعتبر بكتيريا S ومتعامله بالحراره، تمام؟ سلالة اس مقتولة بالحرارة، فلما اعطيناها للفار ما جرالوش حاجة، ما ماتش. هنا الار العايشة برضو ما حصلش حاجة، هنا عملت خليط من الاتنين فمات، يبقى حصل بكتيريال ترانسفورميشن. طب ايه اللي حصل بقى؟ هل طبعا اللي حصل هنا ان انتقلت المادة الوراثية من البكتيريا اس الى البكتيريا ار وحولتها الى اس، فبقى عندي هنا ليفينج اس. ازاي؟ ان الار هي تحولت الى اس واكتسبت المادة الوراثية وادت الى موت الفئران. طب هل resistant mutation، هل حصل mutation ولا ما حصلش mutation؟ هل حصل خلط ما بين النون ليفنج بكتيريا اس مع الليفنج بكتيريا ار وده ادى الى بكتيريال ترانسفورميشن و اوف سام ليفنج سيلز لبعض الخلايا انتو ذا pathogenic from form بشكل في شكل وخلاها تاخد احد الصفات او الباثوجينيك فورم نوع من انواع الشكل الممرض؟ بقى عندها القدره على انها تمرض والقدره على انها تميت، تمام؟ ودي صحيحه. طيب سي ميكسينج ذا بكتيريا سترين ار مع بكتيريا سترين اس ليد تو ذا ترانسفورميشن اوف ذا فيرولنت سترين انتو نون فيرولنت، تحول الفيرولنت لنون فيرولنت؟ لا طبعا، احنا بنحول النون فيرولنت الى فيرولنت. طيب دي حصل infecting the mice with the non-pathogenic bacteria، حصل إصابة للفئران بسلالات بكتيريا لكنها كانت make them resistant، الإصابة لإصابة الفئران بسلالات من البكتيريا الغير الممرضة خلى عندها مناعة أو خلاها عندها مقاومة للسلالات الأخرى؟ لا، اللي حصل في التجربة bacterial transformation. الفقرة اللي بتشرح لي bacterial transformation هي الفقرة دي. السؤال اللي وراه بيقول delay the treatment of infectious diseases، تأخر علاج الأمراض الأمراض المعدية of the reproductive system، يعني إذا تأخر علاج الإصابة بالأمراض المعدية في الجهاز التناسلي هيؤدي إلى inflammation، التهاب في الإبيديدمس اللي هو الأنابيب الملتفة اللي عند قاعدة التستس الـ base of the testis in males، وكمان بتسبب الالتهاب في الفالوبيان تيوب ان فيميلز which causes the sterility بتؤدي الى العقم in both sexes في الجنسين which of the following explain this، تمام؟
بالنسبه للميلز هيؤدي الى decreasing the number of mature sperm، لان في الابيديدمس بيبقى فيه تخزين للسبرم اللي تم انتاجها من التستس، فدي تمشي. طب في الفيميل طالما يحصل التهاب في الفالوبيان تيوب، يعني كده السبرم مش هتعرف توصل للاوفم، اكيد طبعا يبقى ايه تنفع، بس هكمل. decreasing the number of mature sperm، ما هي دي زي دي تنفع. No ovulation، لا والله ما لهاش علاقه، انا بقول حصل التهاب في الفالوبيان تيوب. ايه علاقه التبويض؟ التبويض هيتم عادي وهتبقى فيه انتاج بويضه، ولكن النسيج بتاع الفالوبيان تيوب ملتهب، وده هيمنع ان السبرم يوصل للاوفم، يبقى دي ما تنفعنيش. Decrease the volume of seminal fluid، هو انا قلت الالتهاب حصل في الغدد المسؤوله عن انتاج السائل الفلويد، لا يبقى دي ما تنفعش. Sperm don't reach the ovum، صح، لكن دي صح ودي غلط، تمام، ودي هنا دي صح ودي غلط، وهنا الاثنين صح. Decrease the volume of seminal fluid، برضه ملهاش علاقه بحجم السائل المنوي. No ovulation، قلنا ملهاش علاقه بالتبويض، والالتهاب بس هيمنع ان السبرم يوصل للاوفم. السؤال اللي وراه بيقول the opposite figure represent the effect of immune response. احنا هنا the opposite figure، الشكل اللي قدامنا يمثل the effect of immune response of the body against the bacteria that is illustrated in the figure. Which of the following substances causes this effect؟ ده بيقول الشكل اللي قدامنا ده بيوضح لنا استجابة مناعية في الجسم ضد البكتيريا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تسبب او اي مواد التالية تسبب هذا التأثير. في مواد هيديها لنا تسبب هذا التأثير، انا كان عندي سيل وول، بكتيريا هي داخلة، حصل تحلل للسيل وول، لايسس. مين بقى الحاجة اللي فيها انزيمات محللة؟ طبعا احنا كنا واخدين خط الدفاع الاول، اللعاب يحتوي على انزيمات، والانزيمات دي تحلل، نقول عليها انها لايسوسومال انزيمز، انزيمات محلله، تمام، وبالتالي الاجابه بتاعتي هتكون بي. السؤال اللي وراه Which of the following graphs represent the relation between، اي من الجرافات الاتيه يمثل العلاقه ما بين عدد الجوانين بيزس اكس اللي يمثلوا المحور X in the two strands of DNA and the speed of separating these two strands from each other Y، وسرعة الانفصال ما بين الشريطين اللي هيمثلوا الخط Y on increasing أو الأكسس المحور Y on increasing the temperature، عند زيادة درجة الحرارة، تمام. سؤال جميل قوي، وخد بالك بقى ان طالما عندي سي يبقى هيبقى عندي 3 هيدروجين بوند، هيبقى عندي 3 هيدروجين بوند، و3 هيدروجين بوند يعني روابط ثلاثيه، يعني هتحتاج كميه كبيره من درجات الحراره، تمام. طيب احنا بقى عايزين ايه بقى الجراف اللي هيقابلنا؟ نفكر مع بعض، عايزة أعرف إيه العلاقة. يلا بينا. يبقى أنا عندي هنا أي نوع من الجرافات الآتية يمثل علاقة ما بين السي والجي اللي فيها تريبل هيدروجين بوند. فإحنا هنا كاتبة لك معلومة، بقول كل ما هيزيد قواعد السي كل ما هتقل سرعة الانفصال. اي ايه تقل سرعه الانفصال؟ لانهم هيفضلوا ماسكين في بعض. هو هنا خد بالك مش بيقول لك في حسب، مش عايز درجه الحراره عشان ما نجريش ناخد ده، تمام. هو بيقول ذا سبيد، بيقول ذا سبيد سرعه الانفصال، كل ما هتزيد قواعد السي كل ما هتقل سرعه الانفصال، فالاجابه بتاعتي هتكون هي سي، تمام. 55. The hormone that helps in the formation، الهرمون اللي بيساعد على تكوين سيرتولي سيلز، طبعا هيكون ال FSH، لان السيرتولي سيلز جوه الدي تستس، تمام، واللي مسؤول عن تكوين التستس هو ال FSH، يبقى اكيد مسؤول عن تكوين سيرتولي سيلز، يبقى الاجابه بتاعتي سي. سؤال وراه بيقول all the following are from internal factors that affect the production of flowers in plant except، كل الاتي يعتبر من
الأسباب أو العوامل المسؤولة عن إنتاج نباتات، إنتاج النبات للأزهار، مع age of plant طبعا عمر النبات، لو عمر النبات كبير مش هينتج أزهار صح. طب البلانت هرمون اللي هي الأوكسين صح. changes in of temperature تمام، ده عامل خارجي، لكن هو بيتكلم على ايه internal factors. خلي بالك من مفاتيح السؤال، درجة الحرارة عامل من العوامل تؤثر على الإزهار، ولكن هو بيتكلم عن all the following are from the internal factors، من العوامل الداخلية. إذا هيقول لي تغير درجات الحرارة ده عامل خارجي. genetic information of plant، المعلومات الوراثية طبعا اللي بيحملها النبات ده أكيد هو المسؤول عن الإزهار. السؤال اللي وراه بيقول the relation between helper أو ال TH وال suppressor، طبعا علاقة عكسية أو antagonization action، يعني ده بيعمل العكس، ده واحدة بتعمل activate واحدة بتعمل inhibition. 59 the part x of the opposite pawn is connected with، انا عندي x دي دي ال 2 processes اللي بترتبط ب التيبيا علشان تعمل ال knee joint، يبقى الاجابه بتاعتي هنا العظمه اللي هتتصل بيها التيبيا limited synovial joint. هنا قدامنا the following figure، الشكل اللي قدامي بيمثل طريقه اللي هي التيشو كلتشر علشان يعمل اكسار للنبات. study it then answer. Which of the following graphs expresses the amount of DNA in a single cell in each stage، في كل مرحلة. وانا عندي هنا المرحلة الأولى اهي، وعندي هنا المرحلة الثانية، وعندي هنا المرحلة الثالثة تمام، وفي كمان مرحلة رابعة، عملهم لي أربعة. وبيقول أي من الآتي من الجرافات الآتية بيمثل مقدار الـ DNA في single cell. خد بالك أنا بدأ هنا بـ somatic cell، خلية جسدية 2N، ايه اللي هيحصل لها؟ هتبدأ تعمل نمو بالميتوزس، وهتفضل محافظة على كمية الـ DNA اللي موجودة فيها 2N. اذا المادة الوراثية او مقدار الـ DNA لن يتغير، اذا هناك ثبات في الاربع مراحل، يبقى الاختيار الانسب بالنسبة لي هو C. تمام، وبكده نهينا موديل اكزام نمبر 5. اتمنى تكونوا استوعبتوا افكار الاسئلة. دعوتي لكم بالنجاح والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.